أساسا اللقاءات تتم بشكل غير مباشر مع مكتب المبعوث. احنا التقينا معهم في هذا الصباح واتفقنا معهم على بعض الامور من اجل ان يقوموا بالضغط على الطرف الاخر في مساله ما يتعلق بالبنك المركزي ووحيدية البنك المركزي، لانه نحن نعتقد بأن اتفاق ستوكهولم واضح بهذا الخصوص في موضوع الايرادات، فهو ينص على انه كل الايرادات التابعه للحديدة تورد الى حسابات البنك المركزي، الى حسابات فرع الحديدة، وفرع الحديدة يتبع البنك المركزي، انه ليس هناك بنك مركزي اخر غير البنك المركزي الموجود حاليا في عدن والمعترف به من كل العالم، وهو الذي يدير الانشطه وهو الذي يقوم بصرف الرواتب وهو الذي يقوم بمهمات الحكومه. هم يريدون فقط أن يسحبوا الإيرادات إلى صنعاء، يعتقدون أنه صرف رواتب الحديدة مسألة التزام على الحكومة. نحن ندفع رواتب الحديدة حاليا وندفع أكثر من رواتب الحديدة، ندفع في تعز، ندفع في بقايا المناطق تحت سيطرة الحوثيين، يعني مقررين آخر يوم اليوم، لكن يعني نعتقد أنهم إذا أصروا على هذا الكلام الذي يطرحوه أنه نحن لا نريد أن نورد لحسابات الحديدة أو الحديدة تخرج من الموضوع على اعتبار أنه قد التزام، أو أنه البنك لا نقتسم الإيرادات، أو أنه الإيرادات هذه مركزية يجب أن تكون في صنعاء فقط، هذا معظمته وضع العرباء أمام الحصان وإنها خالص مجارد. نعم أنا أعتقد أنهم بهذه الطريقة قد أفشلوا هذه المحادثات. ما نأمل هو الآن أنه تحريض الاقتصاد، الوصول إلى تفاهمات حول الاستفادة من كل إيرادات اليمن دون استثناء. الآن حكومة هادي تقوم بتصدير النفط، تقوم بأخذ إيرادات ولا تستخدمها في صرف المرتبات، قامت بطبع 1,700,000,000,000 ريال يمني، إلى الآن صرفت أكثر من 1,300,000,000,000، لم نراها تنعكس على صرف المرتبات أو على الوضع الصحي أو على الوضع الإنساني، لم نرى إلا المزيد من الدمار وزيد من آلة الحرب استخدمت في فساد. هم أنفسهم تكلموا عن فساد، للأسف هناك فساد كبير يمارس في مناطق عدن وغيرها، لكن يتم تمديدها يومين من أجل أنه الملفات كثيرة وتفاصيل كثيرة. نحن قلنا لا، الآن هناك اتفاق حديدة، هناك اتفاقية في ستوكهولم تم الاتفاق عليها وتم الوصول فيها إلى تفاهمات بأنه إيرادات الموانئ سيتم توريدها في البنك المركزي اليمني في فرعه في الحديدة مقابل صرف مرتبات لكل اليمنيين، وهذا ما نطمح إليه. نحن نقول مرتبات كل اليمنيين دون عنصرية، بينما الطرف الآخر لا، يريد تجزئتها واستخدامها كورقة. خميس اليوم، يعني اليوم الأربعاء، لكن يتم تمديدها يومين.